سيدا قد نضوخ بالمناسبة بسم الله الله يعطيك الصحة الحمد لله لا 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 ما يمكنش واه ما يمكنش سيدا كرمنا تخيل الناس قال لي قال لي هذه بغيت عليها هدية لا نو نو انا اللهم بارك الناس ديال تركيا قدام على راس اللهم يستر انا الناس ديال الملابس تبارك الله عليكم مروكو كاي مروكو جود مروكو جود الاخ طاحت لي ابي 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 السلام عليكم اخوان كي كاينين حنا دابا كاينين في اكبر سوق كاين في تركيا كيعمر يوم الحج اليوم غندخلوا غنشوفوا الاثمنه ديال الحوايج غنشوفوا الاثمنه ديال الخضره المهم يلاه معنا باش تعرفوا الاثمنه اللهم بارك بالنسبه لهذه 70 70 ليره شي اللي لاحظتوا كل حاجه دايرين الاثمنه ديالها وبالنسبه للحوايج ديال الشرن دايرين لي 70 ليره اللي هي 24 درهم مغربيه وهذا هو السر ديال الغني على التعريف دايرين لي 27 درهم مغربيه اللي هي 80 ليره صراحه شنو هو هذا حتى هي الحوايج كبير 150 ليره يعني الا جاكم الرقم كبير عرفوا راه قليل يعني بحال مثلا كل 100 ليره ب 33 درهم يعني دابا الحوايج هذا تقريبا شحال 130 عندك 33 درهم وزيد عليها 50 قول تقريبا شي 1100 تقريبا بحال هكا الاخر ديال 160 اه طازه ما دا حاجه عجيبه يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيتو يعني والله غزال 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 تبارك الله تي شوكولات تبارك الله عليك هي اللغه ديالهم شويه في شكل سلام واش قال ديزم سلام دور كيلو 10 شليرة لا لا بلاش ماشي دابا بلاش الله ارحموني ربنا يخليك شكرا الله يحفظك الله يعطيك الصحة الله يحفظك This is a video This is a video بلاش واحد شوية بلاش شوية تشكر لك الله يحفظك تشكر لك غادي نشوفوا دابا الخضرة والبيض وما إلى آخره وبالنسبة لهذا الزيتون الزيتون المشرمل الزيتون المخيط راه هو انتم هذا ديال 90 ليره الكيلو 90 ليره جات تقريبا واحد 25 درهم بحال هكا بالنسبه لهذا 70 ليره هذا 100 ليره يعني 33 درهم الكيلو هذا 120 ليره انتم البيض هذا بلاطو هذا كولي 70 ليره يعني بالنسبه للبيض كامل عندهم هنا تعاودوا تشوفوا البيض تسحبوه بلدي ولا شي حاجه لا البيض كامل عندهم هنا ابيض باش ديروه في بالك هذه اللي ما عرفتش شنو هي والزبده ولا شنو هي يمكن غتكون الزبده هذا يكون جبن هذا شوف الشكل ديالو في شكل وانا المشروع ديال التقاشر في هذه البلد واحد المشروع اللي زوين وفيه 100 دار الاخوان بالمناسبه هما تما تيبيعوا ثلاثه ديال التقاشر كاين شحال الثمن الله اعلم ابي تشك دي لي دي هذا بالنسبه ها هذا بالنسبه للثمن ديالهم قال لنا 10 دراهم اكبر عليك ايه الحلاوه دي تشكل عربي انا اللهم بارك دي سيره معلم بالنسبه للبنان داير 30 ليره العنب داير 40 ليره او التفاح 30 ليره حتى هو 180 ولكن تبارك الله اللهم بارك او الليمون اللهم بارك حتى هو داير 25 يعني هانتوما الاخوان الاخ اللي كيبيع تحيه ديالي مو مرخم كيفهم والو ولكن يعني الاخلاق راه عيط عليه عيط عليه ابي ابي ذيس از فيديو تبارك الله عليكم المهم هانتوما كيقول لك راه تبارك عنصريين وما الى اخره يعني راه فيهم ناس طيبين حجر وعطاهم داك الشيء تبارك الله عليك تشكل عاوتاني بالنسبه للمطيش ديال 16 ليره وبالنسبه لهذا ما عرفتش شنو هو الخيار هذا ولا الله اعلم شنو هو داير 13 ليره والحامض حتى هو ب 13 اللهم اللهم بارك هذا لي الشو داير 15 ليره انا اللهم بارك الناس ديال تركيا قدام على راس اللهم يستر عزيز ديال القوم السلام السلام تبارك الله عليك السلام تبارك الله عليك المهم هو خدام على راسو الناس كيقلبوا على الحالات في المكان حتى تبارك اللهم بارك تشكل عربي تشكل الله يعطيك الصحه المهم هانتوما المشاريع وداك الشيء فين مشينا كاينين الناس كيقلبوا على طرف ديال الخبز تبارك الله عليهم انا الناس ديال الملابس تبارك الله عليكم سلام 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 جود باي كاين تشكل راه تشكل الله يحفظك التعيين تبارك الله عليك والله ما فهمت شي حاجه والكنانيه بيب ليك الناس وما الى اخره والكنانيه هذا ديال المشروع ديال المويل هذا بلا ما تعرفوا المشروع ديال اش داير ودي النساء الحوايج ديال النساء وما الى اخره ذلك الناس ديال الثومه الناس ديال الثومه حتى الوالد حتى الوالد هاي الثومه دايره 100 ليره حتى الوالد حتى الناس ديال الخبره قولوا لي الثومه دابا اش واقع لها راه الناس الحريفيه هما اللي يعرفوا ان هذه الثومه من فرنسا الوالد تحياتي لك شنو الاثمنه ديال الحوايج هانتوما هذا هذا واحد الدبلين اللي زوين بحال داير 850 ليره هانتوما التريكوات زوينين اللهم بارك شوف كيف التريكو ديال بول شحال زوين والله الا التريكوات زوينين صراحه هذا اللي لابس انا خديته بالجمله خديته بالجمله خديته ب 50 درهم وناقش شي شويه ماشي شي حاجه هانتوما هذا الفولو انا اللهم بارك البعويد الغني عن التعريف ديال 30 ليره وبعويد يا معلم تاكل تحس براسك كليتي نيت مزيان هذا لاحظت واحد القضيه هذا بحال السوق النموذجي اللي عندنا حنا في البرنوسي يعني ماشي سوق واحد السوق اللي شعبي كيفرشوا غير برا الدري خدام على راسو هاتي ديز مال في فيديو الاخوان هكذا
20 ليره الحامض دي تاخذها فكره هاني شوف تاخذها ولو وصلتي لينا ما تنساش تابونا تابونا صاحبي تابونا باش تجاونا ندير لكم فيديوهات اخرى الاخ طاحت لي ابي 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 طاحت لي حنا ولاد الحلال حنا كاع ما كنديو الفلوس كاع وتخيلوا دابا هذه اللي الزيت بلاتي بلاتي نقول لكم واش الزيت بلاتي نقول لكم اكزومبل بحال هاد الحاجه اللي الزيت اللي الزيت عرفتي شنو هي واش 4 دريال ديالنا هي 100 دريال ديالهم لا دي 4 دريال 4 دريال ديالهم اللي هي بلديه ديال 7 ليره العدس ديال مصر هذا انتم واحد الريكلام ديال السراوي زوينه معلم قال لي شي مزيانه قال لي شي مقبوله 100 ليره يعني تقريبا 33 درهم بحال دابا دورو فابو يعني دوب الجمله شحال غيكونوا كيجيبوا ما يكونوا كيجيبوا مرخص قال لي ان الحوايج في تركيا رخاص ديال بصه سيدي عطانا ندوقوا بالمناسبه بسم الله الله يعطيك الصحه كيف حالك الحمد لله شكرك اللهم بارك الله اي اللهم بارك مسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يعطيك الصحه المهم عطانا ندوقوا والله ما قلنا لي شي حاجه الصراحه ولكن الله يعطيك الصحه الله يحفظك تشكل عربي تشكل الله يحفظك تشكل الله يحفظك الله يعطيك الصحه المهم واخا حنا ما فهمناش كلشي ولكن الله يعطيه الصحه والله يجازيه بالخير ذوقنا ورا فهمتي دابا بحال هذا دار لنا الاغواء باش نشرب مع الدو الليمون حنا فعلا غنشرب مع الدو الليمون دابا بسم الله وي ما عندي ما نقول لا ناري لا ما يمكنش وي ما يمكنش سيد راك رانا والله تشكلها والله تشكلها وتهلا فينا خويا دير في الصباح شنو تعمل شي يوتيوبر مشهورين والله تشكلا هذا بالمناسبه كردي كيتعلم اللغه العربيه بشويه شويه ياك شويه 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 الله يعطيه الصحه ها هو البرقوق ديالو هو ندخل البرقوق ديالو ناضي يا معلم اللهم بارك وقد عيب تيكون عنده في الزنقه اوكي نحيدو العظام هذا وما يمكنش هو تهلا فينا وما ناخذوش مع الدوخان اللي كان ولكن صالح الليمون عنده واعر تفاح كاع ما دقتو وحنا اصلا كنا غنشريو غنشريو شي دابا هذه الطريقه ديال الايكوموس زوينه ما عليهم سبحان الله العظيم واحد القضيه هو السيد كرمنا بدون مقابل فهمت هو بغى يعطينا داكشي ديال الله شكلها بندلوس ها بندلوس لا 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 وتخيل اش قال لي قال لي هذه بغى يعطيني هديه لا نو نو لا لا والله تشكل والله تشكل والله لا حق هكا ها والله يا سيدي بغى يعطيني هديه والله والله تشكل والله تشكل انت الله يحفظك الله يعطيك الصحه حلو الله يحفظك تلويد لا اله الا الله لا اله الا الله تلويد الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك الله يحفظك الله يعطيك الصحه هذا مشينا ابي تشكر الله يحفظك الله يعطيك الصحه الله يحفظك الله يحفظك عفيت الله يحفظك الله يحفظك الله يعطيك الصحه المهم اقسم بالله الا كان بغى يعطي منا كادو اقسم بالله الا كان بغى يعطي منا كادو هو بزاف ولكن حنايا راه ماشي من نعاتنا بحال هكا ما تنبروفيتيوش في الناس ضروري كنادوا مع الواجب بالنسبه لل 20 ليره اللي عطيتو راه تقريبا عطيتو شي 160 ريال 140 بحال هكاك وقال لي راه هذا هو حقهم فهمتي حيت انا قلت لي زعما يعاود يكون بغا يتصاوب معايا ولا شي حاجه قلت لي لا عدي قال لي راه هذا هو حق بارك الله عليك وبعد ما درنا مزيان دابا غادي نبداو نتقداو خدينا هاد الماطيشه ب 13 ليره اللي هي 4 درهم مغربيه وهنا غادي نخلصو وغادي نعطي 20 ليره اللي هي 120 مغربيه وبعد ما خدينا ماطيشه دابا جينا ناخذو خيزو من اونبيش 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 هديه الله يعطيك الصحه وبعد ما خدينا خيزو وخلصناه دابا جينا ناخذ ثلاثه الريوصه ديال الثومه عطينا 5 ليره اللي هي 30 ريال مغربيه وخدينا البصله ب 10 ليره اللي هي 3 درهم مغربيه وجينا عند هذا الاخ هذا باش ناخذ مع البطاطا وهذا عالم اخر سوايع غير واحد القضيه خايبه كيدير هذا السيد ديك البلاصه ملي كيهز البطاطا فيها بطاطا زرقي بزاف ولكن حنا شرينا معاه مروكو مروكو فاس 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 حاكي زياد لا يعطيك الصحة ها تهلا فينا تهلا فينا ها تهلا فينا هذي هذي لا 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 حاكي زياد
حكيم قال لك حكيم زياد مروكو حكيم زياد قال لك حكيم زياد مروكو كايد مروكو جود مروكو جود بارك الله عليك صار ابي مور خطار يديرين لا تكسع ثانك يو زياد زياد حكيم زياد انا كنت فاهم مو بالتليفون خطره التليفون هو كيقول 12 تمام تمام احنا خدينا جوجات جوجات 12 ليره راه طلعت علينا 30 ريال الوحده مغربيه او اسماعيل معنا تبارك الله عليك كلشي على الصنداله كلشي على الصنداله المهم الاخوان الى هنا غينتهي الفيديو ديالنا الى عندكم شي فكره ديال شي فيديوهات بغيتينا نجربو تاش خليهم لينا في الكومونتيرات وكما جرت العاده الى وصلتي حتى لهنايا تاش خلينا شي دعوه لينا والوالدين والامه الاسلاميه كامله وديروا لنا اهلنا في فلسطين واهلنا في غزه وتصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم.